دعيني في البداية أبدأ بما قلته في الخبر بأن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وصل منذ قليل إلى شرم الشيخ لتفقد الاستعدادات الأخيرة للمؤتمر الاقتصادي. نحن في انتظار سيادة رئيس الوزراء الوصول لقاعة المؤتمرات لتفقد الصلاة هنا بقاعة المؤتمرات. دعيني أقول لك أن مدينة شرم الشيخ تزينت وارتدت أذهى ثيابها. شرم الشيخ فخر للمصريين، فخر للعالم أجمع. يعني منذ وصول الوفود إلى شرم الشيخ الجميع سيلاحظ التغيير الكبير هنا بالمدينة. يعني شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء خصصت 3 صلاة لوصول الملوك والرؤساء، صلاة أولى لوصول الملوك والرؤساء وكبار الشخصيات، صلاة ثانية للوزراء والمسؤولين، صلاة ثالثة للوفود اللي سوف تشارك في المؤتمر. ومنذ خروج الوفود إلى مدينة شرم الشيخ سيبهرون برؤية المواقع الخضراء، المساحات الخضراء الكبيرة، يعني الجداريات التي تزينت بها المدينة، التماثيل السمبوزيوم التي يعني قام بها فنانون من أسوان. يعني صورة رائعة ومشرفة لكل من سيأتي إلى هنا من شرم الشيخ. لكن في البداية دعيني أقول أن يعني في الصباح قام وزير الاستثمار الأستاذ أشرف سلمان بتفقد القاعات الخاصة هنا بالمؤتمر للوقوف على آخر الاستعدادات، ويسعدنا أن يكون معنا سيادة الوزير. سيادة الوزير بنرحب بك معنا. أهلا وسهلا بكم. آخر الاستعدادات للمؤتمر. الأول خليني أقول لك أنه فعلا شرم الشيخ زي ما أنت قلتي في بداية كلمتك، مدينة أصبحت مدينة جميلة متزينة، فعلا مدينة السلام. بنفخر بوجود محافظة زي دي في مصر، وإن شاء الله مصر كلها تبقى زي هذه المحافظة. بدأنا بتفقد القاعة الرئيسية اللي هي البلانري سيشنز اللي هتبقى فيها الفعاليات الرئيسية يوم الجمعة إن شاء الله في البداية، وإحنا خلاص فاضل إن شاء الله 40 ساعة ويبدأ انطلاق المؤتمر بكلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. القاعة جميلة زي أي انترناشونال ستاندردز. زي حضرتك ليك ملاحظات على القاعة رئيس؟ كان ليا ملاحظات إنه القاعة تقدر تشيل العدد أكبر. القاعة سعتها 2200 وإن شاء الله تبقى قادرة تشيل 2200، لأن حطينا كراسي زيادة في القاعة من الكراسي الثابتة مش من الكراسي المتحركة، وبالتالي القاعة تقدر تشيل هذا العدد. عملنا هذه التعديلات، وعملنا أيضا قاعات بتذيع لايف من القاعة الرئيسية. برضو تفقدنا الأماكن الرئيسية للإعلام والصحفيين، ده عنصر هام جدا. تغطية المؤتمر لازم تكون الأماكن جيدة والأماكن مريحة، أعتقد أنها تستوعب عدد كبير جدا من الإعلاميين، اللي احنا مبسوطين أن احنا النهاردة كلنا بنشارك بعض، حاسين لأول مرة أن القصة مش قصة أنا مع إعلامي وواقف بتكلم، لا احنا كلنا زمايل إيدنا في إيدين بعض علشان ننجح إن شاء الله هذا المؤتمر. حضرتك قلت المؤتمر وسيلة وليس هدف. أكيد يا فندم. طيب نقول المشروعات ستعرض على المستثمرين خلال المؤتمر، واللي يخلي المستثمر يجي يستثمر عندنا، ايه الجديد؟ الجديد ان هناك بنية تشريعية اكثر جاذبية للمستثمر. بنية تشريعية عبارة عن حزمة قوانين، كافة هذه القوانين كحزمة شاملة بتعتبر تهيئة جيدة جدا لمناخ استثمار أكثر جاذبية. المتغير أيضا أن هناك برنامج إصلاح اقتصادي ملتزم بدأ يحقق نتائج في الربع الأول من عام 2015. الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي تم اكتسابها في الربع الأول قرابة 1.8 مليار دولار. هذا الرقم معناه أن احنا يمكن جدا تحقيق 8 مليار دولار في العام المالي 2014-2015. بنستهدف أن يصل الرقم إن شاء الله في السنة التالية لذلك أكبر من 10 مليار دولار. أيضا مؤسسات الأجنبية كلها للتصنيف الائتماني بدأت تحط مصر في وضع آخر. لسه في تقرير الأسبوع اللي فات طالع عن حماية المستثمر، مصر طلعت 12 درجة فوق في حماية المستثمر. كل المؤشرات بتقول ان احنا النهاردة بننمو، النص الاولاني بينمو فوق 5% في الوقت اللي العالم كله فيه تباطؤ في النمو الاقتصادي. معالي الوزير حضرتك قلت ان احنا هنعرض على المستثمرين ما يقرب من 50 مشروع في قطاعات مختلفة. يعني اشكال هذه المشروعات هل ستكون بنظام يعني سيقدمها القطاع العام فقط ام القطاع الخاص فقط؟ ما هي اشكال المشاركة في هذه المشروعات؟ الحكومة بتقدم 35 مشروع للقطاع الخاص بالكامل ان يقوم بهم القطاع الخاص، مدروسين دراسة جيدة عن طريق بنوك الاستثمار، مقدمين باللغة اللي يستطيع المستثمر الدولي والعربي ان هو يقدر يفهمها. وايضا هناك مشروعات للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروعات فتحنا سلوت، فتحنا مكان للقطاع الخاص ايضا يطرح مشروعاته
للشراكات الأجنبية معاه في مشروعاته القائمة. وبالتالي حزمة المشروعات دي بالإضافة إلى المشروع الرائد الكبير اللي هو قناة السويس اللي النهاردة احنا بنقول هيشكل إن شاء الله 35% من الاقتصاد الجديد في مصر. معالي الوزير، يعني دائما ما يهتم المستثمر ان يجد مردود الاموال بتاعته، يعني ما هو الجديد؟ كيف يضمن المستثمر ذلك؟ الجديد يمكن تعلمون ان امبارح بالمجموعه الوزاريه الاقتصاديه اتخذ قرار بتوحيد سعر الضريبة ونزولها إلى 22.5%، ثم النهاردة مجلس الوزراء عرض عليه هذا القرار. النهاردة مصر بتنزل الضريبة وبتثبتها، معناها أن معدلات العائد الداخلي على الاستثمار للمستثمر ستزيد، وكانت أوريدي مصر من أعلى الدول، تاني أعلى دولة في العالم في معدلات العائد الداخلي على الاستثمار. أعتقد بعد نزول الضريبة قد تكون أول أعلى دولة في العالم في معدلات العائد على الاستثمار.